معلش اصل امي قالت لي واحنا هنرجع متطلقه ومطلقه سمعتها يا تجيلكم ميته بقى تجيلكم ميته بقى. بصوا يا جماعه، اولا القوانين دلوقتي اللي محطوطه قوانين كلها تعتبر في صف المرأة، وبس ما تبقيش على ان في حالات شفتها على جروبات وبعتين الازواج، حالات شفتها الزوجه متجبره مستغليه القوانين لصفها كذبا وزورا، وتحرم الاب من عياله، وتعمل واحد بيقولك دفع في الشقه وفي الجواز نص مليون ولا ربع مليون، وتيجي تعمل قضيه تبديل وتعمل قضيه ضرب عها 21 يوم بالكذب بالزور. الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، هتقابله هتروح لربنا فين؟ لكن يطلع حد يفتي باسم الدين يقول لك لا، المصلح اللي صاحب الخبره مش اي حد. طبعا احنا ما شاء الله زمن الفتي، زمن الفتي، نلاقي ناس في كل اتجاه وفي كل مجال عمالين يفتوا في منظومه الاسره، والمراه تعمل، المراه تساوي، قولي لزوجك كذا واعملي مع زوجك كذا وما اعرفش افرشه يا بنتي بالراحه، الله يصلح حالك بالراحه. واعرفي ان كل حاجه لها ايه؟ كل حاجه لها نوع، لها هدايتها، كل حاجه لها نوع من انواع الحل الخاص بيه على حسب نوع الشخصيه، سواء زوج او زوجه، على حسب نوع الشخصيه اللي موجوده. واجي في الاخر احمل البنت، اصلك انت لو كنت مريحه ما كانش ضربك، اصل الامر خاص بغرفه النوم بقى، والله حليم مصدق. يا نهار ابيض، هي وصلت للكلام ده؟ يا خبر ابيض، هي وصلت بقى الفتي للكلام ده؟ ونطلع الحاجات دي ونقول اصل المشكله في غرفه ما بينهم. يا جماعه، يا جماعه غلط، يا لا يبرر، لا انا بقول لك اهو لا يبرر اللي بيحصل ده، لا يبرر ضربها ولا حبسها ولا الكلام ده. النبي على السلام والايات القران، فعايزوهن انصحوا مره واثنين وثلاثه، ما تغيير السلوك قلنا من ثلاثه لست شهور، يعني عشان انصح الزوجه بفعله من ثلاثه لست شهور لتغيير السلوك. لكن احنا ما انا قلت لها مره وده قلت لها 10 يا عم اصبر عليها من ثلاثه لست تغير سلوك. ادي انصح، ادي عزوهن، وبعدين اهجروهن. الهجر، انا عندي الهجر عند المراه اكتر من الضرب، يتبعها يخليها نوع بصي عصفور مفرفر، مش قادره، مش بتكلمني، مش بتعمل معايا، مش بتقولي، مش بتسوي لي. ليه؟ لانه هاجر. واضرب وانه قال لك الضرب غير مبرح، يعني ايه خطه كده غير مبرح؟ ولو علمت تروح للقاضي الشرعي في البلاد تغرمه غرامه ماليه، ها؟ شوفوا بقى ازاي؟ ممنوع ضرب الوجه، نهى النبي عليه الصلاه والسلام في ديننا كده، ممنوع حتى اقول لك ولا تضرب وجه البعير، الحيوانات ممنوع ضربها. فاجي بعد كده اقول اصل كذا وكان له حق ونستبيح، ما له حق بقى الناس تطلع تدافع عن القتله بقى، ويبقى يعني بصوا الايدل عند الناس، ايه الايدل عند الناس الفلان. انا مش عايزه اتكلم في موضوع الرموز والنجوم في حياه البشر دلوقتي، القاتل والبلطجي وبتاع تاجر المخدرات واللي 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 كل ده.